التاسعة صباحا في القاهرة، موجز الأنباء من أونلايف. في إطار العملية الشاملة سيناء 2018، واصلت القوات الجوية ضرباتها ضد تجمعات وبؤر الإرهابيين بشمال ووسط سيناء. وأقال بيان رقم 3 للقيادة العامة للقوات المسلحة إن القوات استهدفت مخازن أسلحة وذخائر ومواد متفجرة للإرهابيين. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات حرس الحدود وبالتعاون مع الشرطة تنفيذ عدة مداهمات داخل المدن لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث في العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة 35 وزيرا إفريقيا، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز الاستثمارات في مجال التعليم العالي والعلوم والبحث العلمي بهدف الوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتعظيم الاستفادة من الموارد الإفريقية. هذا وقد قررت وزارة التعليم العالي تعطيل الدراسة بجامعة العريش وجامعة سيناء والمعاهد العليا بشمال سيناء لمدة أسبوع ينتهي الخميس المقبل، على أن يتم تعويض فترة تعطيل الدراسة نهاية العام الدراسي. مشاهدينا الكرام، على رأس الساعة نشرة مفصلة بأهم الأنباء.